أحييكم من جديد. أمامي اليوم رجل من زمن جميل يعيش بيننا ليحلو هذا الزمن المر، يشعرنا بالأمان حضوره، وكل نفس ونبض فيه يقول إن الحياة يجب أن تعاش حتى آخر رمق إبداع. فالإبداع ليس هواية بل مسؤولية، وكل التناقضات يهديك النجوم وقد يسلبك القمر. فالإبداع مجنون يفرضك على الآخرين مع ضوء لن يخفت عبر السنين، ووهجه دائم التوهج ما دمت تصحو وتنام وتعيش على حسه وتزيد عليه مما أفاض ربك عليك. أستاذي، أولا بحبك، تانيا فخورة أني جلسة معك مش لأول مرة، تالتا شكرا لأنك بيننا، والله يزيدك عمر وصحة وإبداع. روميو لحود، أنت بتعرف أنه بغرم فيك كنت من زمان أو بعدني؟ شو من زمان يعني؟ قدام تكبرني فكرك. لا حبيبتي أنت. استاذ اشتقنا لك. اولا بدي اشكرك على الكلمه الحلوه، حياتها الحلوه، وبعدين بدي هنيك على شيء مهم جدا. شو هالالقاء الحلو اللي عندك؟ منيح. صحيح انه انا بطلب دايما من هاللي على المسرح يكون عندهم القاء سليم، خاصه اخر كلمه وصلوها، وهيدي بصر عليها. ايه، وشايف قدامي انا القاء جميل واخر كلمه عم بترن. ايه. فهني كريمة حقيقة من كل قلبي. شكرا استاذ. وصوتك صوت ميكروفون حلو، ميكروفوني. طيب بتلاقي صعوبة بهيدا الشيء بالمسرح؟ يعني مثلا تخبرك شو عم بيصير، تخبرك شو عم بيصير. بياكلوا الناس الأحرف. لا شك إنه عندنا مجموعة من هالشباب ومن هالصبايا لا بأس تعلموا، وفيهم تلميذ معاهد القيمة، بس بكل أسف بنن عم بينتبهوا كتير على لفظهم، خاصة إنه تلفزيون مش هني، مش حق التلفزيون، حق اللي دايرين التصوير هاللي بيهمهم كتير، بيبون يخلصوا، ما بيهمهم كتير اللفظ. وبتعلموا إنه يحكوا بطريقة كتير، واليوم هيدي ديرجي بكل التلفزيونات بالعالم وبكل الأفلام، اللي بيحكوا بكأنهم عم بيحكوا أنا ما بيحكوا بشي صالون. إيه، بس المسرح في مشكل كبير. المسرح في مسافة ما بين أول كرسي وما بين آخر كرسي. وفي مشكل إنه العالم ما كلها سمعها مزبوط وسليم، مثلي أنا مثلا. أنا إذا ما كان في لفظ مزبوط ومتقن وإلو إيبي وأنا قاعد بنص السادة، بس أنا ما بقدر بعرف على المضبوط شو عم بيقوله. خاصة آخر كلمة وآخر سيلاب بالكلمة ما بتنفهم، وفي أوقات آخر سيلاب يعني غير شيء، إذا حطيت بي يا مري يا ما في يا بشي ما بعرف. لهالسبب بقول إنه لازم كل فنان بده يطلع على مسرح، على مسرح، والمسرح قيمته كقيمة طبعاً، مش كقيمة مالية، لأنه ما بيربح مثل ما بتربح التلفزيون. لا، نحن بنربح أكثر من التلفزيون، بس كشهرة مثلاً تعرف التلفزيون كتير كتير بتعطي، أو التلفزيون التلفزيون برافو عليك، التلفزيون. إيه. إيه. بقى دايماً نحن مصرين على هال الشيء المهم جدا بالمسرح، وهذا الشيء اللي كامل عندك. شكرا. بس بعده موجود يعني بالمسرح يعني بعده مطلوب ينشغل عليه عن جد، لأنه المسرح له قيمة. لأنه إذا فقد هيدول اللي عم بتقول عنهم يعني فقد كل شيء، فقد النص وفقد الرسالة وفقد يصلي. وبعدين في فيهم بنهلي، خلي مثلا شخص مهم جدا الله يعطيه العافية والقوة، اللي هو أنطوان كرباج.
اللفظ تبعه الالقاء تبعه كيف هو شيء بياخذ العقل يعني. بتسمعي اخر كلمه بترن بذنتك. اليوم مش موضه كان اليوم عاملينها موضه يعني انه ايه الموضه ايه مثل توجيه مثل غيار الوجه ايه موضه ما انه هو مش الاساسيات يعني الاساسيات ما لهم موضه يعني الاساسيات انك تعرف تحكي شيء والموضة فيها تتغير بس هيدول أساسيات مبادئ عامة. إيه بس تعرف أستاذ كمان عفوا تفضل تفضلي تفضلي بدي أقول لك شيء إنه بطل حتى لما بيجوا الناس بنات أو شباب من كليات الإعلام يعملوا يعني تمرين لصوتهم أو يجربوا يشتغلوا بالإذاعة بنلاقي عندهم كمان ذات المشكلة لأنه الإذاعة غير التلفزيون كمان بدها الإذاعة مثل المسرح الإذاعة مثل المسرح الإذاعة بدها لفظ سليم بدها لفظ سليم وبدها الناس يعرفوا أول شيء يحكوا هذه ما فينا نيجي من 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 يوم ليوم ندرسها بدها تمرين بدها تمرين. حضرتك أنت بتعرف الإذاعة عن الغيب من وقت اللي ما بلشتي لليوم بتعرفيها صحيح بتعرفي كل الأشياء الصغيرة هذه بتغير يا ما بتنجح يا ما ايه هذه بدها درس. كيف من زمان الناس يعلموا خبرة. القاء بالتلفزيونات يعني اغلبهم يعني رحلوا بتعرفهم اللي كانوا يمرنوا بالاذاعه يعني بالاذاعه اللبنانيه كان في مين يجي يمرنهم على الالقاء بالمسرح يمرنون كيف يحكوا راحوا للاسف راحوا ايه كان في ناس مهمين جدا كان في خبرة وكان في بتعرف انه اليوم اللغة اللبنانية في شغلتين هاللي نحن عم نطلبهم عادة انه اذا كانوا بدهم يحكوا باللبناني بدهم يتجنبوا الكلام الاقليمي بدهم يتجنبوا الكلام هاللي بيدل على منطقة معروف على منطقة معروف بمنطقة ومش معروف بمنطقة تانية يما بيدل على منطقة ويبدو انه اليوم سموها اللغة هذه اللغة البيضة اللغة البيضة البيضة ليش ما بعرف من حسابه ما بعرف ليه ليه بيضة داخلة عمية هي بالآخر العامية اسمها مفروض لا العامية لا. ايه اللغة العامية بس اللغة نظيفة ما فيك تيجي اليوم بالعامية فيك تحط من وقت لآخر كم كلمة إلون قيمة كم كلمة باللغة العربية إلون قيمة فيك بالعامية يمكن يكونوا موجودين بس بي 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 بلفظ مش حلو هيدا كله هول بشينا نستبدلون وبعدين احنا جربنا نكتب العامية جربنا نعمل لغة واحدة بالعامية بس كل منطقة صارت بنتخل لغتها هي ما رح نقدر إلا بيكون في جمعية مقبولة من الحكومة تتنعمل وهذه شغلة ما بتنعمل لأنه هالقد القصة ايه ما بتنعمل تقدر ليش لأنه أولا الحكومة ما بتتدخل لأنه بالنسبة إلا ما بينكتب إلا العربي العربي يعني اللغة الفصحى و بكل للأسف نحن بنحكي لغتنا ما في يفوت على البيت واطلب من 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 اي شخص اعطيني طعميني يا ماما شو اسمه اعطيني احكي بالفصحى مش بعد ما تعودنا عليها تعودنا عليها بس بكل للأسف نحن عم نجرب مع كل هالصعوبات نعمل نكتب شيء له قيمته له قيمته لغويا بيقدر يكون هالقد بسيط وهالقد عامة يعني باللغة باللهجة العامية بس بيقدر يوصل يعني كيف لك يعني يمكن هدول أكتر أغاني وصلوا بالتاريخ يعني كانوا دايما يقولوا الفنانين نحن منغني مصري لأنه المصريين ما بيقبلونا نغني لبناني طلع بالآخر المصريين بيعرفوا كلمات لبنانية أكتر منا يعني كلمات عامية يعني كل الناس تقدر تفهم علينا لهجتنا إلا إذا شوهناها يعني. في إشياء معمولة في إشياء معمولة تقدر تستفيد فيها بحقل معين اللغة العامة نعمل فيها مثلا أغاني كتير هالأغاني كتير ما مشوا مثل الغنية مثلا اللبنانية أما الغنية المصرية أما يا لبنية المحكية
ما كانوا يمشوا، بس لا شك انه في موشحات في بس صاروا تقريبا شبه. اللي كتبته انت، اللي كتبته انت والاخوان رحباني وهيك، شو بسمونها؟ هذا العامي، هذا العامي، هذا العامي، بس العامي المهذب. عمي مهذب، ما في كلام غش وكلام. عم تسمع هلا الكلام اللي. يعني في اغاني بتضحك اكثر. ما بدنا ننتقل على، لازم تقل يعني، اذا انت ما تقلت مين بتقل يعني؟ يعني عيب ينعمل كلام مثل هالكلام اللي عم بينعمل اليوم. لبنان يحس بأنه لبنان صار لهالدرجة صغير صغير و لا شو؟ لا، مشكلتنا يا ريما، مشكلتنا أنه هاللي بيشتروا وبيسمعوا الأغاني هاللي مش أنا ولا أنت. لا، نحن ما عندنا وقت نروح نفتش ونشتري عنا غير شيء. نحن بنحب نسمع، بس هذي بيروحوا بيشتروا بأول سوق وبأول فدان وبأول غلية، هن الوليدات اللي عمرهم 15-16-14 سنة، هودي اللي بيشتروا، هودي بعد ما فهمهم الفني مش مطلوب منهم يفهموا الفني، منا قصة فلسفة اللي قصة عندهم. يعني بياخذوا اللي بينزل لهم، شو بقدموا لهم؟ يعني الحق على الإعلام نسبيا. ايه لا، أكيد حق على الإعلام والحق على المحطات هذي عم تعطي شو مكان. مش معقول، انت بتعرف المحطات، في محطات عم تعطي شو مكان طبعا. يعني بس يعني كأن عملية تخريب، يعني ما بدي اعمل نظرية المؤامرة، بس انه في تخريب. هلا في ناس عم يعملوا اشياء حلوة طبعا، لا شك، واغاني حلوة، بس في ناس هوديك هيك بيجوا مدري كيف، بغيروا اللهجة، بغيروا اللغة، بغيروا حتى المبادئ. حتى المبادئ، اقرب الناس إلنا بتغير الاشياء، اقرب الناس أكدك، فأقرب الناس إلي وإليك بيتغيروا. بيغيروا ليش؟ لمصلحة معينة، حقيقة لمصلحة معينة، مصالح مادية، مصالح غير مادية، يعطيني بعطيك، بدبر لك هون دبرني هون إلى آخر. بتعرف أنت المشاكل هذه موجودة عندنا، مش المشاكل كيف تنحل. الا المشاكل السياسيه هيتها مش عم بعطيني، لا اعطيني اعطيني كل شيء. وايا هيدا بدي اسالك عنه اليوم، بدي اسالك عن هيدا. يعني انت طبعا عصرت اجيال وعشت بالزمن اللي بيقولوا له جميل على المستوى الفني وعلى المستوى العام بالنسبة للبنان، وعايشت اليوم وعايشت يعني أجيال على المستوى الفني وعلى المستوى الإنساني. قدي هيدول الإشياء كلهم تغيروا؟ رح أحكي معك بعد هالفاصل.